يكلمك أخوك عثمان من جائزة الدفء العالمية الإنسانية. أساليب النصب والاحتيال متعددة. اسأل اللي تبه. يا صديقي كم يبلغ طول أنفك؟ لكن أنك تربح جائزة وتدفع رسوم عشان تحصلها هذه اللي ما صارت من قبل. رائع، ولكن أدفع الرسوم أولا، بعد ذلك تحصل على المليون. لكن هالمرة صارت ويا جاسم. هذيل نصابين وأنا أقدر أثبت لك الحين. ولو ما لحق عليه سلوم كان خسر بيزاته. أنا سلوم اللي ربحت جائزة الدفء. سلوم، يوجد أسئلة سهلة. أنت يا عثمان يا نصاب، والله لا خلي أبوي يحبسك أنت واللي معاك. ترى مو بكل شيء بينه بنصدقه، وعلينا دوم التأكد من الأشياء اللي بتينا وإبلاغ خدمة أمان.